ولمزيد من المتابعه ينضم الينا من اسطنبول الخبير العسكري العقيد احمد حماده اهلا بك عقيد احمد الانتهاكات التي شهدها اول يوم من تطبيق الهدره من قبل بليشيا النظام يصفها البعض بانها لم تكن مستغربه السلام عليكم، طبعا ليست هذه الهدنه الاولى التي يتم انتهاكها، هناك هناك 17 هدنه وقرار من اجل وقف اطلاق النار لم يتم احترامه من قبل ميليشيات الاسد وعصابات ايران والروس بالذات، بالامس القرار 2401 الذي لا يعني خصص الخطوط الشرقيه بشكل خاص بان تكون هناك هدنه واخراج للمرضى وفتح المعابد عابر والاغاثه الانسانيه لكن الروس التفوا حول هذا القرار من بدايته من بدايته من حيث التاريخ ومن حيث مجموعات الارهابيه التي يتذرعون بها دائما بانها موجوده في قلب الغوطه متجاهلين المبادره التي قام بها الفصائل باخراج هؤلاء جميعا بخلال 15 يوم في حال وقف اطلاق النار يتجاهلون كذلك بتخصيص يعني خمس ساعات يوميا من أجل الهدنة وإخراج المواطنين من بيوتهم يعني هي أما تخييرهم أما التهجير القسري أو الموت في تحت البراميل والكلور فهذا لم يكتفي بل هناك هجمات متزامنة مع قصف جوي يوميا يعني خمس ساعات هدنة 19 ساعة قصف وقتل بالأمس رئيس المجلس المحلي في الشفونية تم قتله هو وست عناصر هناك صواريخ على دوما هناك 12 غارة على الغوطة ليليا الآن في هذه اللحظات هجوم قوي جدا من قوات النظام على المنطقة الشرقية في حوش الظواهرة يتزامن مع هجمات جوية وبرميلية من قبل طيران <applause> هذا في منطقه الغوطه عدا عن مناطق حماه وهناك قصف في النعيمه وفي المنشيه في درعا وفي ادلب خان شيخون وفي اللطامنه وكفر زيتا إذن لا الهدنه لا تعني لهم شيئا الا من خلال يعني الضحك نعم. على المجتمع الدولي وتوقع بان المندوب الروسي عندما رفع لم يرفع يده معارضا هو مل من رفع اليد ولكن حاول رفع اليد بالفيتو من مكان اخر باستمرار القصف نعم. وبالالتفاف إذ... على القرار 2401. إذا عقيد أحمد برأيك ما مصير الممر الإنساني في ظل تعثر خروج الجرحى يوم أمس؟ طبعا الممر الانساني هم هو مخصص لعدم الخروج هو يذكرنا بحاله فتح ممرات انسانيه تحت القصف في مدينه حلب من عامين يعني الامم المتحده تقول عاجزون عن ايصال المساعدات الانسانيه الصليب الاحمر بالامس يقول خمس ساعات غير ممكن ايصال اي مواد اذا ستخضع للتفتيش وهذا التفتيش سيكون اكثر من خمس ساعات كيف سيتم ادخال او اخراج الجرح؟ وادخال المواد الانسانيه تحت القصف والطيران في الجو البراميل نعم. اذا لم تكن هناك هدنه دوليه كامله وان يكون هناك مراقبون دوليين يجبرون الروس وميليشياتهم على وقف الاقتحامات لان هؤلاء المقاتلين هم يقاتلون عن اهاليهم يعني كل مقاتل لديه اهله في تلك المنطقه الغوطه الشرقيه كان عدد سكانها مليونين و الف نسمه لم يتبقى منهم الا 360 الى 370 نسمه والباقي تم تهجيرهم فهم يريدون تهجير الباقي لتغييرا ديموغرافيا لصالح ايران وصالح ميليشيات اذا عقيد احمد ما هي رايك المتوقعه في ظل استمرار التصعيد الاسدي والروسي في الشان السوري واكتفاء المجتمع الدولي بالتصريحات برايك حتى الآن لا توجد الا التصريحات، لا توجد هناك يعني محاولات جاده لايقاف الروسي والايراني وكذلك هذا النظام الذي يخرق القرارات الدوليه، يعني يجب ان يكون هذا القرار تحت الفصل السابع ولكن العقوبات دائما كانت روسيا لا تريد ان يكون هناك فصلا سابعا في سوريا، لذلك هي تريد مسبقا او مصممه على اختراق او خرق هذه الهدن، المجتمع الدولي اليوم اذا كان الولايات المتحده واوروبا والدول العربيه والاسلاميه بامكانها ان تفعل شيء خارج هذه المؤسسه التي يختصرها الروس بالفيتو او هم يتحكمون على ارض الواقع يجب ان تكون هناك اما تزويد المقاتلين بالاسلحه ليدافعوا عن نفسهم ويكفي عزوفا على نغمه الارهاب وقصف الناس المدنيين او من خارج مجلس الامن ان تقوم الولايات المتحده باي طريقه ممكنه من اجل اجبار الروس والايرانيون وهذا النظام على وقف غيوة وتطبيق قرارات الشرعيه الدوليه باقامه بانتقال سياسي في سوريا اشكرك اذا كان معنا من اسطنبول الخبير العسكري العقيد احمد حماده شكرا جزيلا لك